بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات مساق علم دم متقدم، سنتحدث اليوم عن موضوع البرايمري هيموستيسيس بارت 2. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن أول كومبوننت مهم في عملية البرايمري هيموستيسيس، وهو وظيفة البلود فيزل، وإنه أول ردة فعل عند حدوث جرح هي بتكون من البلود فيزل من طبقات الاندوثيليال سيلز والسموت ماسل سيلز، وهي عملية الفازو كونستريكشن. Now we will talk about the second major component of primary hemostasis in more details. اليوم رح نحكي عن تاني عامل مهم في عملية البرايمري هيموستاسيس، وهو شغل الصفائح الدموية البليتلتس. كلنا بنعرف البليتلتس هي احد الفورمد اليمنتس اللي بتكون احد مكونات الدم، اللي هي احد مكونات الفورمد اليمنتس اوف بلود، تعتبر ذا سكند ميجور كومبوننت اوف ذا هيموستاتيك سيستم. بدنا ننتبه هي ضمن تشتغل البليتلتس ضمن البرايمري هيموستيسيس. البليتلتس كلنا بنعرف ار بروديوسد فروم ذا سيتوبلازم اوف بون مارو ميجا كاريوسايتس، هي جايه من خلايا كبيره موجوده في النخاع العظم في البون مارو، وهذه الخلايا اسمها الميجا كاريوسايت. فالميجا كاريوسايتس هي الخليه اللي بالفعل بتنقسم في البون مارو وبتعطينا فيما بعد البليتلتس الصفائح الدموية. شكل البليتلتس في البلود سمير بهذا الشكل، بيكون لونها بيربل لأنه فيها جرانولز بتاخد اللون البيربل، بتاخد البيزك ستين. شكلها ديسك شيبت، ما فيها نواة، نون نيوكلياتد سيلز، وحجمها تقريبا 2 ل 3 مايكرون. نكمل بمواصفات البليتلتس. appear blue gray particles with purple red granules about 1/10 the size of the red cells. واضح لو جينا قارنا حجم البليتلتس بحجم الار بي سيز، الار بي سيز اكبر من البليتلتس، حجمها 7 ل 9 مايكرون بالمقارنه بالبليتلتس 2 ل 3 مايكرون. البليتلتس تعيش فترة زمنية معينة ما بين 7 أيام ل 10 أيام. الار بي سيز 120 يوم، الواي طبعا تختلف حسب نوع الوايت بي سيز. العدد الطبيعي للبليتلتس فور اول ايج جروبس ما بين 150 ألف ل 450 ألف، 150 ل 450 ضرب 10 أستاذ ساعة بير لتر. تلت البليتلتس يا جماعة، البليتلتس بتطلع من البون مارو من خلايا اسمها ميجا كاريوسايتس وبتنزل للبريفرال بلود. تلت البليتلتس الموجودة في الدم يا جماعة بتروح تتخزن وين؟ About 1/3 of all platelets are sequestered in the spleen. تلت البليتلتس تخزن في الطحال. عشان كده يا جماعة لو صار في السبلين في مشكلة، الشخص عرضة لنزيف، عادة بيروحوا بيستأصلوا للطحال. ليش؟ عشان يخلوا البليتلتس ترجع تاني. اي بليتلتس تصنع بتنزل على البريفرال بلود، ما تروح تتخبى وين؟ في الطحال. فتلت البليتلتس بالفعل موجودة وين؟ في الطحال. كيف بتتم عملية انتاج البليتلتس؟ بليتلتس produced predominantly by the bone marrow megakaryocytes as a result of budding of the cytoplasmic membrane. صفائح الدموية تنتج في نخاع العظم من خلايا اسمها ميجاكاريوسايتس،
as a result of budding of the cytoplasmic membrane. بصير انقسامات في السيتوبلازم of these cells وحيطلع منها fragments اللي حنسميها platelets. طيب الميجا كاريوسايتس اصلا من وين جاية؟ جاية من الخلية الام، الخلايا الجذعية اللي كل خلايا الدم بتيجي منها. اذا الميجا كاريوسايت derived from the hemopoietic stem cell. دائما لما بنبدا شجرة العائلة لأي خلية من خلايا الدم نبدا ببلوريبوتنت ستيم سيل. طبعا البليتلتس جاية من لينج المايلويد، وأول بروجينيتور سيل في هذا اللينج هي الكوليني فورمينج يونت GEMM. كوليني فورمينج يونت جرانولوسايت إريثروسايت مونوسايت ميجا كاريوسايت. طبعا من الكوليني فورمينج يونت GEMM في عندنا كمان بروجنيتور سيل تنتج من عمليات الانقسام والبروليفريشن والديفرنشيشن، وهي الكوليني فورمينج يونت ميجا كاريوسايت. عشان تمشي الهيموبيوتيك ستيم سيل في هذا اللينج لازم يجيها مجموعه من السيتوكاينز والجروث فاكتورز اللي بتشمل انترلوكين 3، جي ام كوليني ستيمولاتينج فاكتور. ذيس انفلونس ذا بروجينيتور ستيجز، وهذا اشي طبيعي. الستيم سيل البروجينيتور سيلز ما بتفوت بعمليات الانقسام البروليفريشن والديفرنشيشن الا اذا اجاها سيجنال، الا اذا اجاها جروث فاكتور. مين الجروث فاكتورز المهمة فور ديفرنشيشن لبليتلتس؟ الانترلوكين 3 والجي ام كوليني ستيمولاتينج فاكتور. ايضا اللي بحفز عمليه الاستيميوليشن والديفرنشيشن لماتيور ميجا كاريوسايتس في عندنا كمان هرمون الثرومبوبويتين. الثرومبوبويتين ايضا بشارك الاذر سايتوكاينز والجروث فاكتورز في عمليه البليتلتس برودكشن. إذا انترلوكين 3 جي ام كولين ستيمولاتينج فاكتور بالإضافة للثرومبوبيتين. بليتلتس بلاي اكي رول ان سكيورينج برايمري هيموستيسيس. طبعا الوظيفة الأساسية للبليتلتس هذه اللي بتتصنع إنها بتفوت في أول عملية من عمليات الهيموستيسيس وهي البرايمري هيموستيسيس. هذه احد وظائف البليتلتس. نكمل في البليتلتس ديفلوبمنت اند برودكشن. اتفقنا البليتلتس كخليه من خلايا الدم جايه من بلوريبوتنت ستيم سيل. بعد كده هي بلينج المايلويد، اول مايلويد بتتكون كوليني فورمينج يونت GEMM. طبعا هذه لازم يجيها انترلوكين 3، لازم يجيها جي ام كوليني ستيمولاتين فاكتور والثرومبوبيتين. حتعطينا وقتها كوليني فورمينج يونت جي ميج، يعني ميجا كاريوسايت ميج. طبعا بعد كده ميجا كاريوبلاست هي اول خلية بريكيرسر سيل بعد الكوليني فورمينج يونت ميج. حجمها من 10 لـ15 مايكرون. خصائصها انه في زيادة increased nuclear to cytoplasmic ratio. اذا اول بريكيرسر سيل تتكون هي الميجا كاريوبلاست، شفنا خصائصها. بعدها بروميجا كاريوسايت. احنا كلنا عارفين بالماتوريشن الخلايا بتكون كبيرة وبتصغر، هنا العكس يا جماعة، بتكون الخلايا صغيرة وبتكبر. يعني البروميجا كاريوسايت حجمها تقريبا 80 مايكرون مايكرومتر بالمقارنة بالميجا كاريوبلاست من 10 لـ15. كمان هنا صار مور ديفرنشيشن، صار تميز اكتر للخلايا. في البروميجا كاريوسايتس
في جرانيولز بدأت تتصنع زي الدنس والألفا واللايزوزومال جرانيولز. بعد كده هذه صار لها مور ديفرانشيشن وتحولت لبيزوفيليك ميجا كاريوسايت. بعدها البيزوفيليك ميجا كاريوسايت تحولت لميجا كاريوسايت. هذه الخلية ميجا كاريوسايت صار لها مجموعة من الانقسامات في البون بارو وأعطتنا البليتلتس، أعطتنا الصفائح الدموية. إذن هذه هي اللينج اوف البليتلتس ديفلوبمنت، هيك بصير تصنيع للبليتلتس. كل خلية ميجا كاريوسايت، إذا البليتلتس جاية من خلية كبيرة اسمها الميجا كاريوسايت، هي البريكيرسر سيل للبليتلتس. كل خلية ميجا كاريوسايت عندها قدرة إنها تبروديوس من 2000 لـ4000 بليتلتس. بعد كده هذه البليتلتس لا تبقى في البون مارو، بتطلع من البون مارو عن طريق السينيسيس اوف ذا بون مارو، حتطلع بعد كده للبريفرال بلاد. اتفقنا فور بليتلتس برودكشن ميجا كاريوسايت جروث اند بليتلتس برودكشن ار لارجرلي كنترولد باي ثرومبوبيتين. اكثر هرمون جروث فاكتور مسؤول عن تصنيع البليتلتس والميجا كاريوسايت جروث هو الثرومبوبيتين. ايش تعريفه؟ هو جروث فاكتور يصنع في الليفر في الكبد. The TBO level is constant ويصنع بشكل ثابت منتظم and doesn't vary with platelets count، ولا يتأثر، يعني هو مستوى يصنع بشكل ثابت وهذا المستوى لا يتغير بناء على البليتلتس كاونت. يعني لو راجع مثلا الإريثروبويتين في الار بي سيز برودكشن، حكينا لازم يكون في انيميا، لازم الهايبوكسيا، لازم يقل الاكسجين عشان يصير تصنيع للار بي سيز. وقتها الكدني بتطلع إريثروبويتين، هذا الإريثروبويتين بروح للبون مارو بيشتغل على البريكيرسر سيل اوف ار بي سيز، وبالتالي بصير تصنيع للار بي سيز برودكشن. طب كيف البليتلتس برودكشن بصير؟ تي بي او يا جماعه هذا الهرمون اللي بيطلع من الليفر بيصنع بشكل ثابت. هلا هذا التي بي او له ريسبتور على سطح مين؟ وجدوا انه التي بي او ريسبتور CMBL is expressed on both megakaryocytes and platelets. وجدوا انه ريسبتور اوف تي بي او موجود على الخلايا البريكيرسر الميجاكاريوسايتس الموجودة في البون مارو. وجدوا ايضا هذا الهرمون له ريسبتور كمان على سطح البلاتلتس. Because under normal conditions the platelets mass greatly exceeds the megakaryocyte mass, the amount of TBO available for binding to megakaryocytes is limited. في الوضع الطبيعي لما يكون عدد البليتلتس طبيعي، لما تكون البليتلتس عددها يفوق عدد الميجا كاريوسايتس، هنلاحظ انه التي بي او the amount of TBO available for binding to mega karyocytes is limited. كمية التي بي او المتوفرة للارتباط في الميجا كاريوسايت هنلاقيها قليلة. ليش؟ لأنه حكينا التي بي او تصنع بشكل ثابت، مستوى هذا الهرمون ثابت، فحنلاقيه مرتبط على سطح البلاتلتس وبنفس الوقت في جزء منه مرتبط على سطح الميجا كاريوسايت. طب ايش بصير لو صار عدد البلاتلتس قلت؟ شوفوا ايش حيصير. In situations in which the platelets mass is reduced، لما يقل عدد البلاتلتس زي حالات الثرومبوسيتوبينيا، اذا الثرومبوبيتين مش حيلاقي له ريسبتور على سطح البلاتلتس، تمام؟
يعني ال تي بي او المفروض يرتبط في البلاتلتس حيكون فري لأنه عدد البلاتلتس قلت، إذا حيكون في عنا كتير فري من ال من التي بي او. هذا الفري تي بي او وين راح يروح يرتبط؟ حيروح يرتبط على سطح الميجا كاريوسايتس. More TBO is available for binding to megakaryocytes which stimulates megakaryocyte growth and increase the platelets production. كمية كبيرة من ال TBO حتكون free وقتها ال TBO رح يرتبط على سطح الميجاكاريوسايت، وبالتالي الميجاكاريوسايت حتلاقي المحفز لإلها فوري جروث، حيصير لها جروث وحيصير لها حتضلها تكبر تكبر الميجا كاريوسايتس، وبعد كده تنقسم وتعطينا مور بليتلتس. وهذا اللي بالفعل بصير لما البليتلتس عددها بقل، التي بي او مش حيلاقي بليتلتس يرتبط فيها، حيصير فري. وين راح يروح يرتبط؟ حيروح على البون مارو، حيرتبط على سطح الميجا كاريوسايتس. كل ما ارتبط على ميجا كاريوسايتس اكتر، هذا محفز، هذا جروث فاكتور، حيخلي الميجا كاريوسايتس تضلها فور جروث، حيصير لها بروليفريشن جروث لحد ما تنقسم في النهاية وتعطينا بليتلتس. وبالفعل هيك بصير تصنيع لصفائح دموية. هيك بنكون جاوبنا على هذا السؤال. Question: If a patient has low platelets count, what will happen? يعني لو شخص عنده الصفائح الدموية عددها قليل، عنده thrombocytopenia، إيش اللي بصير بالفعل؟ زي ما حكينا الـ TBO thrombobutin راح يزيد، طبعاً راح يروح يرتبط وين؟ حيزود عدد الميجا كاريوسايتس الموجودة في البون مارو لأنه حيرتبط عليها. طبعا حتزيد هذه الخلايا in size، الدي ان اي synthesis حيزيد، حتضلها تكبر هذه الخلايا وحيزيد معدل الماتوريشن ريت لها. في النهاية هذه الخلايا حتنقسم وتعطينا كل خلية من 2000 ل 4000 بليتلتس. كلنا اتفقنا انه البليتلتس حجمها الطبيعي من 2 ل 3 مايكرون، لكن في حالات مرضية ممكن الاقي بليتلتس حجمها كبير، وقتها بسميها جاينت بليتلتس. حناخد بعض الحالات، طبعا هاي صورة لجاينت بليتلتس، خلية بليتلتس. طبعا كتير بتلخبطوا انه ممكن نشوف هاي يقولوا لمف، لكن هذه لا، صفائح دموية لكن حجمها كبير، قريب من حجم الار بي سيز او اكبر شوية من الار بي سيز. هذا بنلاقيه في حالات زي المي هيجلان أنوالي، بيرنارد سولير سندروم، بلاقيها ممكن حالات مؤقتة زي البريجنانسي والماليجنانسي. بيرنارد سولير سندروم حناخده بالتفصيل، طبعا أحد الهيريديتري ديسيزز اللي بيكون فيها مشكلة في البليتلتس، يعني ناس عندهم مشكلة في البرايمري هيموستيسيس. في حالات مرضية ممكن نلاقي فيها، طبعا كلنا اتفقنا انه الميجا كاريوسايتس ما بنشوفها في البريفرال بلاد، لكن ممكن نلاقي دوارف ميجا كاريوسايت او مايكرو ميجا كاريوسايت. طبعا بلاقيها في حالات السرطانات مالجنان ديس اوردر زي الكرونيك مايلويد لوكيميا والام دي اس مايلو ديس بلاستيك سيندروم، هذه بنسميها دوارف ميجا كاريوسايت. البلاتلتس في البلوت ديسمير اتفقنا بتاخد اللون البيربول القريب للأزرق، لكن في حالات ممكن نلاقي البليتلتس باهتة مش ماخدة الصبغة زي هذه البليتلتس. طبعا البليتلتس اللي مش ماخدة الصبغة عادة تفتقد للألفا جرانيولز، وهذه حالة مرضية إذا فيش فيها الجرانيولز المهمة لشغلها، حيفوت وقتها المريض البليتلتس مش حتأدي وظيفتها وحيفوت المريض ببليدينج بنزيف. هذه الحالة المرضية اللي بالفعل بلاقي البليتلتس باهتة مش ماخدة الصبغة لفقد، لأنه ما فيش فيها ألفا جرانيولز، بسمي الحالة جراي بليتلت سيندروم. جراي بليتلت سيندروم صورة مرت علينا في مساق دم سريري واحد. هدول بليتلتس يا جماعة لكن عاملين أدهيجن حوالين النيوتروفيل، طبعا سميناها سابقا هذه الحالة بليتلتس ساتيليتيزم.
البليتلتس اتليتيزم بلاقيها عند 1% من البوبوليشن. طبعا بتصير لو احنا حاطين دم المريض في اديتا تيوب. اديتا انتيكو اجيولانت induced formation of a platelets rosette shape which is characterized by 4 or more platelets around the neutrophil or band the neutrophil. لو حطينا دم المريض في اديتا تيوب هنلاقي في بعض الحالات بفعل انتيجين انتيبادي رياكشن انه البلاتلتس اتجمعت حوالين النيوتروفيل واعطتنا شكل الوردة. طبعا هذا الشخص لو جينا نعمل له سي بي سي هنلاقي عدد البلاتلتس عنده قليل بفعل البلاتلتس اتليتيزم، وهذا يا جماعة العدد خاطئ عادة. يعني بنيجي بنعمل للمريض سي بي سي لو احنا حاطين دمه في ايديتا بيكون عنده عدد البلاتلتس قليل لكن ما عنده اعراض نزيف، فبشك الدكتور. فبنروح ايش نحط دمه في صوديوم سيتريت هنلاقي انه الوضع تمام. فالمشكلة انه ما عند المريض مشكلة مرضية، ما عنده حالة مرضية، لكن المشكلة صار تجمع للبلاتلتس حوالين النيوتروفيل لانه حطينا دمه في ايديتا، فحنلاقي عدد البلاتلتس قلت، حنلاقي عنده سودو ثرومبوسيتوبينيا. يعني العدد البلاتلتس قليل لكن هذا عدد خاطئ، بنسمي الحالة سودو ثرومبوسيتوبينيا. لازم نحط سودو قبل الثرومبوسيتوبينيا. هل هذه السودو ثرومبوسيتوبينيا بنلاقيها بحالات أخرى؟ يس. من الحالات اللي بينتج عنها تجمع لخلايا البلاتلتس حالات الكولد أجلوتينين، هذه رقم واحد. كمان لو رقم اتنين، لو العينة فيها لو العينة تجلطت شوية يعني فيها بارشة لكلوتد سامبل هلاقي عدد البلاتلتس كمان قل. بلاقي سودو ثرومبوسيتوبينيا غير الكولد اجلوتينين وغير البارشة لكلوتد سامبل. كمان لو كان عندي خلايا بلاتلتس كبيرة في الحجم، يعني في عندي جاينت بلاتلتس، وقتها الجهاز يا جماعة هيعدها على انها RBCs مش بليتلتس، وبالتالي هيعطينا عدد قليل. اذا كولد اجلوتينين، بارشال كلوتد سامبل، رقم ثلاثة الجاينت بليتلتس، رقم اربعة البليتلتس اتليتيزم. لو احنا حاطين دم المريض في ايديتا تيوب وقتها حيصير ادهيجن للبليتلتس حوالين النيوتروفيل. كيف هذه بنحلها؟ بنحط دمه في صوديوم سيتريت. نكمل بالستركتشر اوف بليتلتس، بتركيب الصفائح الدمويه. البليتلتس لو اجينا قبل الصوره نشوف البليتلتس كخليه، هي مقسمه لو اجينا كخليه هي مقسمه بقسموها لفور زونز او ريجونز. اول زون بنسميها البريفرال زون، عندنا الستركتشرال زون، الأورجانيل زون، والميمبرين سيستمز. إذا تركيبة البليتلتس هنحكي عن الستركتشر كأنه بنحكي عن أربع مناطق: بريفرال زون، ستركتشرال زون، أورجانيل زون، والميمبرين سيستم. نشوف هذا الكلام بالصورة. الطبقة الخارجية بالضبط للبليتلتس بنسميها البريفرال زون، وهذه الزون يا جماعة بالفعل يعني فيها جلايكوكاليكس عليها نيجاتيف تشارج، في العديد من البلاتلت سيرفيس جلايكوبروتينز كلها موجودة وين؟ في البريفرال زون، بالإضافة للبلازما ميمبرين كمان. يعني هذا اللي باللون الأحمر هو البلازما ميمبرين، بيمثل البريفرال زون، بالإضافة لمين؟ للعديد من السيرفيس جلايكوبروتينز أيضا موجودة في البريفرال زون. نفوت لجوا شوية هنلاقي في جرانيولز، في ألفا جرانيولز، الليزوزومز، الدنسي جرانيولز، في ميتوكوندريا في داخل البلاتلتس، في مايكروفيلامنت سيستم اللي هو بيمثل الستركتشرال زون، في دنسي تيوبولار سيستم، في مايكرو تيوبولار سيستم، كلها لها وظائف معينة. في هنا سيستم ايش اسمه اوبن كاناليكولار سيستم، كلها لها وظائف في تتحكم في وظيفة البلاتلتس. اذا هذا شكل الصفية البلاتلتس، الصفائح الدموية مكونة من زونز: بريفرال زون، ستركتشرال زون، اورجانيل زون، وميمبرين سيستمز.
هنحكي عن هذه الزونز بالتفصيل. نبدأ بالبريفرال زون. البريفرال زون responsible for platelets adhesion and aggregation. وظيفة هذا المكان إنه مسؤول عن التصاق الصفائح الدموية الأدهيجن. وكلنا عرفنا البليتلتس أدهيجن من المرة السابقة هو التصاق البليتلتس بالكولاجين، يعني التصاق البليتلتس في البلود فيزل في منطقة الكولاجين. الأجريجيشن هو ارتباط البليتلتس مع أنظر البليتلتس، تمام؟ إذا بفرق الأدهيجن عن الأجريجيشن. إذا ارتبطت البليتلتس مع الكولاجين بسمي العملية أدهيجن، هذا وقت الجرح. إذا التصقت البليتلتس مع أنظر بليتلتس بسمي الحالة أجريجيشن. هلأ مين المسؤول عن البليتلتس أدهيجن وأجريجيشن؟ البريفرال زون. ليش؟ حنحكي إيش خصائص هذه الزون. تتكون البريفرال زون من مكان اسمه جلايكوكاليكس. هذا بيعطي يا جماعة البلاتلتس النيجاتيف تشارج. الجلايكوكاليكس نيجاتيفلي تشارج تو ريبيل اذر بلاتلتس اند تو ريبيل اندوثيليال سيلز. البلاتلتس تتكون من البريفرال زون من منطقة الجلايكوكاليكس. حكينا هذا المكان بيعطي البلاتلتس نيجاتيف تشارج، بخليها تبتعد عن بعض، وكمان بخليها تبتعد ايضا عن مين؟ الاندوثيليال سيلز. اذا الاندوثيليال سيلز طبقة ما فيش فيها اي مشاكل، مش مجروحة. كمان يا جماعة البريفرال زون تحتوي على هو سايت اوف بليتلتس فانكشنال انفايرومنت. ليش هو مكان مهم لشغل البليتلتس؟ الجلايكوكاليكس بيعطي البلود جروب سبيسيفيسيتي، عليه مجموعة من الريسبتورز الانتيجينز الخاصة في البلود جروبينج. تيشو كومباتابيليتي، بليتلتس انتيجينيسيتي، ادهيجن ريسبتورز، كل هذه الشغلات موجودة على سطح البليتلتس. يس، يعني احنا ما بننقل البليتلتس صفائح دموية الا عن طريق الفصيلة. بدنا ننتبه لهذه الشغلة، احنا ما بننقل صفائح دموية الا لازم نعمل بلود جروبينج. كمان لازم اذا بدنا ننقل تشو لازم يكون في تشو كومباتابيليتي بليتلتس انتيجينيسيتي، ايضا على سطح البليتلتس في ادهيجن ريسبتورز. هلا شو انواع الريسبتورز الموجودة على سطح البليتلتس؟ في عنا مجموعة من الريسبتورز موجودة على سطح البليتلتس، جميعها جلايكوبروتينز زي الجلايكوبروتين 1 بي موجود على سطح البليتلتس. هلا الجلايكوبروتين 1 بي بيساعد البليتلتس انها ترتبط بالفون فيلبراند فاكتور اللي بيطلع من الاندوثيليال سيلز. وهذا الكلام يا جماعة مهم لعملية اسمها بليتلتس ادهيجن تو كولاجين. يعني البليتلتس على سطحها، هاي البليتلتس على سطحها ريسبتور لمين؟ عليها جلايكوبروتين 1B. هلا هذا ريسبتور لمين؟ لفون فيليبراند فاكتور. فون فيليبراند فاكتور هلا هذا له ريسبتور على مين؟ على سطح الكولاجين. كل اللي كتبته الان هو بسميه البليتلتس اديجن. البليتلتس عليها جلايكوبروتين 1 بي اللي بيرتبط بالفون فيليبراند فاكتور اللي في المقابل بيرتبط بالكولاجين. اذا هذا الريسبتور مهم لايش؟ للبليتلتس اديجن. هذا اول ريسبتور. في ريسبتور تاني ايضا موجود على سطح البليتلتس اسمه جلايكوبروتين 2B3A. هذا يا جماعة ريسبتور موجود على سطح البليتلتس، عادة بيرتبط في مين؟ الفايبرينوجين. وهذا الريسبتور مهم للاجريجيشن، للبليتلتس اجريجيشن. وهذا بصير احنا اتفقنا اجريجيشن يعني ارتباط بليتلتس مع انظر بليتلتس.
كيف راح ترتبط الصفائح الدموية مع بعض؟ لازم يكون في وسيط هنا، هنا بيرتبط الفايبرينوجين في الوسط. طيب الفايبرينوجين كيف راح يرتبط في البلاتلتس؟ له ريسبتور على سطح البلاتلتس، اسم هذا الريسبتور جلايكوبروتين 2B3A. إذا من جهة الفايبرينوجين حيرتبط بالبلاتلتس بالجلايكوبروتين 2B3A، ومن الجهة الثانية كمان راح يرتبط بالبلاتلتس بالجلايكوبروتين 2B3A. إيش في كمان على سطح البلاتلتس؟ جدا مهمة هذه الريسبتورز على سطح البلاتلتس، اي دي بي ريسبتور وايضا الثرومبين ريسبتور بروموتينج اجريجيشن. اذا على البلاتلتس ايضا ريسبتور للاي دي بي وريسبتور للثرومبين المهمين ايضا في عملية الاجريجيشن، بيساعدوا في عملية الاجريجيشن. ايضا على سطح البلاتلتس ريسبتور لفاكتور 1 وفاكتور 5 وفاكتور 8. طبعا اللي بيشاركوا في السكندري هيموستيسيس. اذا على سطح البلاتلتس ريسبتور لفاكتور 1 و5 و8 اللي بيشاركوا في السكندري هيموستيسيس. اذا كم ريسبتور عندنا؟ جلايكوبروتين 1B، جلايكوبروتين 2B3A، ريسبتور للاي دي بي، ريسبتور للثرومبين، ريسبتور لفاكتور 1 وفاكتور 5 وفاكتور 8. البريفرال زون هي جزئين، اول جزء سميناه الجلايكوكاليكس عليه الريسبتورز وعليه النيجاتيف تشارج. في عنا طبقة البريفرال زون ايضا مكونة من البلازما ميمبرين، مش بس ريسبتورز كمان في بلازما ميمبرين. البلازما ميمبرين هاي مهمة للبلاتلتس اكتيفيشن، اكسبوزد اني بلاتلتس اكتيفيشن بسرعة. يا جماعة هذه اول ما تتنشط البلاتلتس حنلاحظ انه هذه الطبقة هي المسؤولة عن تنشيط البلاتلتس. ليش؟ لانه هذه الطبقة مصدر للفوسفوليبيدز ومهمة الفوسفوليبيدز لتنشيط البلاتلتس. In which secondary hemostasis occur on the phospholipids rich platelet surface. أصلا كل secondary hemostasis ما بتنشط إلا على سطح مليان phospholipids، والسطح المليان بالphospholipids هو سطح الصفائح الدموية. وبنسمي يا جماعة الphospholipid layer هذه اللي مليانة اللي بتمثل البلازما ميمبرين واللي مليانة فوسفوليبيدز عادة بنسميها هاد اللاير بلاتلتس فاكتور 3. اذا لما نقول بلاتلتس فاكتور 3 بسرعة بيخطر على بالنا طبقة الفوسفوليبيدز الموجودة على سطح البلاتلتس المهمة لتنشيط مين؟ الكواجيوليشن فاكتورز. جدا يا جماعة البلازما ميمبرين مهم. ليش؟ لانه مصدر للاراكايدونيك اسيد، in which its metabolism will yield a platelets activating substances. هذا الفوسفوليبيد مر علينا سابقا، مهم لتنشيط احد المركبات اللي بتفوت في تنشيط البلاتلتس. عن طريقه بيتصنع بلاتلتس activating substances and agents، خصوصا مين؟ الثرومبوكسين اي 2. الثرومبوكسين اي 2 بيتصنع من الاراكيدونيك اسيد وبحفز البلاتلتس اجريجيشن، له وظائف في البلاتلتس اجريجيشن، له كمان بحفز الفاسكولار فازو كونستريكشن. فهو يا جماعه بوتنت قوي. ليش؟ لانه بنشط البلاتلتس اجريجيشن، هو بوتنت بلاتلتس اجريجيتور، هو بوتنت بلاتلتس اجريجيتور، وكمان بنفس الوقت فازو كونستريكتور، كمان فازو كونستريكتور. نشوف تصنيع الثرومبوكسين اي 2. احنا سابقا شرحناه في المحاضرة الثانية. ثرومبوكسين اي 2 بيتصنع من طبقة البلازما ميمبرين من الاراكيدونيك اسيد، ويعتبر بوتنت بليتلت اجريجيتور اند فازو كونستريكتور. اتفقنا الفوسفوليبيد، طبعا الاركيدونيك اسيد حيشتغل هنا على طبقات الفوسفوليبيد، هنا الفوسفولايبيز A
حيحولها لأركيدونيك أسيد، حيشتغل سايكلو أكسجينيز، حيحولها لمين؟ لبي جي جي تو. بي جي جي تو طبعا، أو يتصنع البي جي اتش تو. من البي جي جي تو حيشتغل ثرومبوكسين سينثيز، حيحوله لثرومبوكسين اي تو. طبعا هذا حيعمل كالسيوم ريليز، يعتبر بليتلتس بحفز البليتلتس اجريجيشن والفازو كونستريكشن. طبعا هذا مباشرة بيتحول الى ثرومبوكسين بي تو از ستيبل. طبعا هو ميجرابل بلازما برودكت ذات از ريديوسد ان اسبرين ثيرابي. طبعا هذا هو تصنيع للثرومبوكسين اي تو اللي يعتبر بحفز البليتلتس اجريجيشن وكمان بحفز الفاسكولار فازو كونستريكشن. هلا هذا الميكانيزم استغلوه في 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 شغل الاسبرين. يعني الاسبرين بيجي بيمنع، نشوف شغل الاسبرين في علاج الاسبرين. الاسبرين يا جماعة بيجي بيمنع شغل السايكلو اكسجينيز هنا، وبالتالي بيقلل الثرومبوكسين اي تو. تمام، بيجي هنا بيشتغل البيبي اسبرين، بيشتغل على هذا الانزيم بيمنع شغله او بيعمل له اسيتيليشن، وبالتالي هذه العمليه راح توقف، وبالتالي ثرومبوكسين اي 2 مش راح يتصنع. تمام، هي شغل الاسبرين، هو اسيتيليتس اسبرين اسيتيليتس سايكلو اكسجينيز 1 اند ريديوس ثرومبوكسين اي 2 برودكشن. عشان كده الاسبرين بيعمل سيوله، طالما منع شغل الثرومبوكسين اي 2 فالبليتلتس اجريجيشن مش حيصير، الفازو كونستريكشن مش حيصير، وحيقل اللي هو تكون الجلطات، وبالتالي حيصير سيوله. هذا الشغل الاسبرين، حنرجع نحكي في موضوع الدرج. نكمل بالستركتشر اوف بليتلتس. في عندنا الستركتشرال اور سول جل زون responsible for platelets retardation, contraction functions and platelets shed. من تركيبة البلاتلتس في عنا منطقة اسمها الستركتشرال أو الستولجل زون، هذه المنطقة مسؤولة عن البلاتلتس retardation and contraction. ليش ومسؤولة كمان إيش عن شكل البلاتلتس؟ لأنه فيها بروتينات بتتحكم في شكل الخلية، زي الميكروتيوبيولز التيوبيولين السيتوسكيلتون الاكتين والميوسين البايندينج بروتينز. وحنشوف يا جماعة تغير شكل البلاتلتس مهم لوظيفة البلاتلتس. هنلاحظ انه اثناء البرايمري هيموستيسز البلاتلتس ممكن توسع من تغير من شكلها بحيث انه يعطيها مساحة سطح اعلى. الاورجانيل زون رقم 2، رقم 3 بالزونز، مسؤول عن الميتابوليك اكتيفيتي اوف بليتلتس، مسؤول عن نشاط البليتلتس والميتابوليزم اوف بليتلتس. كمان من هذه الزون بيطلع هي مخزن للبليتلتس، بيطلع منها مواد بتساعد البليتلتس على اداء وظيفتها. الاورجانيل زون مكونه من جرانيولز، والجرانيولز انواع، في دنس جرانيولز، الفا جرانيولز، لايزوزومال جرانيولز، والمايكرو بيركسيزومز. ايضا في داخل البليتلتس في ميتوكوندريا وجلايكوجين. اخر زون الممبرين زون، مكونه من الكاناليكولار سيستم. طبعا الكاناليكولار سيستم البليتلتس ورثاه من امها اللي هي من الميجا كاريوسايتس، هي ديرايد فروم دي ام اس اوف ميجا كاريوسايتس. كمان في هذه الزون في دنس تيوبولار سيستم، هذا طبعا مخزن للكالسيوم. هنشوف ايش وظيفة الكالسيوم في شغل البليتلتس. بليتلتس ريسبتورز طبعا مش جديدة علينا، حكيناها سابقا. حكينا اول ريسبتور جلايكوبروتين 1B1X، هذا الريسبتور مهم للارتباط بفون فيليبراند فاكتور المهم فور بليتلتس اديجن. يعني البليتلتس اللي على سطح جلايكوبروتين 1B1X
حيرتبط في فون فيليبراند فاكتور. طبعا من جهة تانية فون فيليبراند فاكتور حيكون مرتبط مين؟ بالكولاجين. هذا اللي بصير. ايضا على سطح البليتلتس جلايكوبروتين 2 بي 3 اي، هذا حيرتبط في الفايبرينوجين. الفايبرينوجين من جهة تانية حيكون مرتبط بالبليتلتس على سطحها ايضا جلايكوبروتين 2 بي 3 اي. اذا انا بحكي عن بليتلتس وبليتلتس بوسطهم فايبرينوجين، فاحنا بنحكي عن بليتلتس اجريجيشن. كمان من الحاجات المهمة على سطح البليتلتس الفوسفوليبيد اللي هو بليتلتس فاكتور 3 اللي بيرتبط عليه الفيتامين كي ديبندنت بروتينز، الكواجوليشن فاكتورز، الكالسيوم. كمان على سطح البليتلتس ريسبتور لفاكتور 5 النشط وفاكتور 8 النشط اللي بيرتبطوا بالبليتلتس فاكتور 3. كمان سابقا حكينا عليها ريسبتور للاي دي بي وللثرومبين المهمين للاجريجيشن، وعليها ايضا ريسبتور لفاكتور 1 و5 و8. حكينا البليتلتس جرانيولز انواع، في الفا جرانيولز وفي دنس جرانيولز ولايزوزومال جرانيولز. هذه الجرانيولز تحتوي على مواد مهمة لوظيفة البليتلتس. نشوف ايش موجود في الالفا جرانيولز. الالفا جرانيولز في مادة اسمها الثرومبوغلوبيولين اللي بتمنع شغل الهيبرين ومهمة للفيزل ريبير. الثرومبوغلوبيولين ضروري نحفظ هذا الجدول بالمواد الموجودة فيه. طبعا انا حطالبكم بالشريحة رقم 20 شريحة 21 للعلم. الجدول هذا جدا مهم. مادة الثرومبوغلوبيولين موجودة من ضمن مكونات الألفا جرانيولز، حكينا بتمنع شغل الهيبرين ومهمة للفيزل ريبير. بليتلتس فاكتور 4 طبعا حيمروا علينا معنا أثناء الفصل أثناء المصاب. بليتلتس فاكتور 4 أيضا وظيفته إنهبت هيبرين، نيوترالايز هيبرين. بليتلتس ديرايفد جروث فاكتور فور فيزل ريبير. فايبرينوجين كمان الالفا جرانيولز وفي بليتلتس فيها كواجوليشن فاكتورز زي الفايبرينوجين فاكتور 5 وفاكتور 8 المهمة لتصنيع الفايبرين. فون فيليبراند فاكتور ايضا بيطلع من الالفا جرانيولز وفي بليتلتس، وايضا بيطلع من الاندوثيليال سيلز. اذا له مصدرين بدنا ننبه، سابقا حكينا بيطلع من الاندوثيليال سيلز وفي بلاد فيزل، واليوم هينا بنحكي بيطلع من الالفا جرانيولز وفي بليتلتس. مهم للبليتلتس ادهيجن لانه بيرتبط على البليتلتس اللي على سطح جلايكوبروتين 1 بي في 1 اكس. كمان هو حامل لفاكتور 8، بيحمل فاكتور 8، هذه وظيفه ثانيه مهمه في السكندري هيموستيسيس. البلازمينوجين هو البريكيرسر وفي بلازمين، بلازمينوجين بتحول لبلازمين في عمليه الفايبرينولايسيس. الفا 1 انتي بلازمين هو بلازمين انهيبيتور. فايبرونكتين اللي حيمر علينا خلال هذه المحاضرة مهم في البليتلتس سبريدنج، مهم لوظيفة البليتلتس، بيعمل سبريدنج للبليتلتس، انتشار للبليتلتس. دنس جرانيولز فيها اي دي بي واي تي بي، وكلنا متفقين انه هدول اجونست اكتيفيتورز بنشطوا البليتلتس. الكالسيوم مهم فور البليتلتس اكتيفيشن. سيروتونين 5 هيدروكسي تريبتامين طبعا بيعمل فازو كونستريكشن، مر علينا سابقا. السيروتونين مادة بتطلع من الدنس جرانيولز وفي بليتلتس ومسؤول عن الفازو كونستريكشن. لايزوزومز بيطلع منها انزيمات بروتيولايتك اند هيدروليتك انزيمز ذات دايجست فيزل وول ماتريكس اند بريست. زي ما حكيت لكم الجدول بسلايد 20 مطالبين في حفظ، حيمر كل مادة في داخل هذه الجرانيولز حتمر علينا خلال المحاضرات الجاية. قدامنا هنا ايضا شريحة بمحتويات، يعني كل اللي ذكرته سابقا هو اللي حيهمنا في موضوع الهيموستيسيس، لكن البلاتلتس تحتوي على other coagulation factors، تحتوي على chemokines interleukins،
تحتوي على إنزيمات كثيرة منها الإلاستيز الكولاجينيز. أيضا البليتلتس فيها regulators of growth and angiogenesis، فيها immunological molecules مهمين للمناعة، فيها adhesion molecules. لكن كل هذه المواد يعني مش حيفيدونا كلهم في موضوع الهيموستيسيس. بعض المواد اللي ذكرتها في الجدول السابق هم اللي حيهمونا في موضوع الهيموستيسيس، انه وقت ما يصير عندنا جرح البليتلتس لها وظيفة في البرايمري هيموستيسيس. بعض المواد اللي حتطلع من هذه الخلية حتساعد في البرايمري هيموستيسيس. ايش هم هذه المواد؟ سلايد رقم 20 هي المطالبين فيها، السلايد هاي للعلم. بناء على الكلام اللي شرحته سابقا، طيب ايش هي وظيفة البليتلتس؟ ايش هي الفانكشنز اوف البليتلتس؟ اول وظيفة للبليتلتس انها سيرفيلانس اوف بلاد فيسل كونتينيوتي. هي يا جماعة كخلية بتعمل مسح للوعاء الدموي. كيف بتعمل مسح؟ بتروح تشيك على الطبقات الاندوثيليال، checks endothelial lining for gaps and breaks. بتروح هي دايما في وسط الوعاء الدموي وبتروح تخبط بالطبقات الاندوثيليال، طلها تشيك على طبقات الاندوثيليال. اذا لقت قطع، اذا لقت gaps breaks بتبدا شغل. Fill in small gaps caused by separation of endothelial cells. هي بتعبي هذه الفراغات. كيف؟ How? By formation of a primary hemostatic plug. عن طريق تكوين جلطة أولية بمساعدة البلود فيزل. البلود فيزل بتعمل فازو كونستريكشن، والبليتلتس بتبدأ عملية البرايمري هيموستاتيك بلاك اللي هي عبارة عن أربع مراحل: بليتلتس أدهيجن، بليتلتس أجريجيشن. البليتلتس بتغير من شكلها وبتطلع محتوياتها من الجرانيولز. Provides the reaction service for some coagulation system reactions. سطح البليتلتس يا جماعة هو السطح اللي بتتنشط عليه بعض الكواجوليشن فاكتور. ليش؟ لأنه سميناه بليتلتس فاكتور 3. هو سطح غني بالفوسفوليبيد. إذا سطح البليتلتس هو سطح مهم لتنشيط السكندري هيموستيسيس. البليتلتس فيها مواد بتساعد على الهيلينج، فيها بليتلتس ديرايفد جروث فاكتورز بتساعد في الهيلينج اوف ذا انجر تيشو. إذا أربع وظائف للبليتلتس هنحكي عنها في المحاضرة الجاية بالتفصيل: سيرفيلانس، الفورميشن اوف برايمري هيموستاتيك بلاك، هي سطح غني بالفوسفوليبيد، بليتلتس فاكتور 3، وفيها مواد بتساعد في عملية الهيلينج.